الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. انت ما نمتش طبعا. لا عارفة ببقى شايلة همك وانت راجع من الدار، وانا عارفة انك مسافر عشان تشوف حسن. غدا بيوحشني قوي يا جيهان. عارف يا زين، ساعات ببقى خايفة قوي احسن تكون زعلان مني، وربنا العالم والله انا ما كنت احب افرق بينه وبين ولادي ابدا. انت مالكيش دعوه بالقصه دي خالص، هو اللي اختار. تعال ارتاح شوي. لا انا مش هنام. انت اللي شكلك مش عاجبني، شكلك تعبان. لا شويه صداع وخلص، خوفي عليك انت والولاد اللي عمره ما بيخلص. على العموم بعد ما اخلص الاجتماع نسافر نعمل تحليلات انا وانت عشان نطمن، عشان ما بحبش اشوفك تعبانه. انا عمري ما ببقى تعبانه وانت جنبي. يلا تعالى جنبي. ولما هو ابوك زين العطار عايش معانا هنا ليه يا حسن؟ عشان انا بحب اعيش هنا يا عم الضمه. طب هو زين العطار مش عايش معانا هنا ليه يا حسن؟ عشان هو عنده شغل. في اسئله تانية ولا نكمل؟ هو احنا هنعيش طول عمرنا هنا يا حسن؟ لا طبعا، لما تكبر لو عايز تمشي بتمشي، لو عايز تكمل كده زينا هنا تعلم ناس تانية غيرك بتكمل. خلصت ولا في حاجه تانية عايزين نكمل؟ بقول لك ايه؟ رفتك طلعت تخرج من الدار. فعلا؟ عزيز تعالى كمل الدرس معاهم. لا انا عايز اجي معاكم. اشمعنى انا اللي اكمل الدرس؟ يا عم اسكت بقى يلا. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ مش عايز ولا كلمه. انا اللي هيجنني حاجه واحده، ما دام هو ابو زين العطار عايش معانا هنا ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. عاملين ايه يا اولاد؟ انا بخير يا بابا الحمد لله. يا ابني ما تشيل عينك من البتاع ده وتخليك معانا شويه. طب ما انا معاك اهو يا بابا. معلش يا بابا، اصل دي بيسموها كده اعراض المراهقه. معلش يا بابا، بس حضرتك على طول بتتكلم في الشغل وانا ما بفهمش فيه. تفهمش فيه؟ انت ما بقتش صغير، من بكره هتنزل الشركه. طب وبالنسبه للكليه؟ الكليه مع الشركه. صح طبعا طبعا، انت كلامك كله صح. ان شاء الله من بكره حازم هيعرف يوضب مواعيده بين دراسته في الجامعه وبين الشركه والشغل. هتشوف ده بقى راجل اهو، هتشوف هيعمل ايه ده. هيعمل ايه يعني؟ يشتغل. على فكره انا بكره هبقى زي زكريا وهتشوف. زكريا؟ يا ريتك عشر زكريا. انا تون زكريا. وانا تلت زكريا. على فكره يا جيهان، انا قلت للكل يجوا النهارده. مين الكل؟ عيلتنا والكبار التانيين مع عوائلهم. يا نهار ابيض يا زين، طب مش تديني خبر قبلها بشويه عشان نجهز؟ مفيش حاجه هتتعمل، احنا لسه خارجين من ميتم وعزا. هيجوا يشربوا الشاي ويسمعوا الكلمتين اللي هقولهم وهيروحوا. النهارده هقول لهم مين هيبقى الكبير. بس العمليه دي كبيره قوي يا بشوات، وهنحتاج رجاله يشيلوا معانا. الرجاله دايما من عندك يا عم غزال. عندي يا باشا. خلاص يا غزال، شوف الناس اللي هتحتاجهم وكلمهم، بس المهم العملية ما تخرش المية، ما يكونش فيها غلط بنسبة 1%. معلوم يا باشا، بس اسمح لي يعني أنا مستغرب شوية. زين باشا ما يبقاش موجود في عملية كبيرة زي دي؟ هو كفل الشر عيان ولا في حاجة بتدور من تحت الترابيزة؟ احكولي وفهموني. بقى يا غزال، احنا اللي بينا شغل شغل، وانت بتعمله وبتاخد على نسبة بما يرضي الله. الحكاوي والحواديت ولادة النسوان ده بقى نخليه لما نفضى. احنا عندنا عملية، الناس اللي هتعملها لسه ما جهزتش. معلوم يا باشا معلوم. انزل انا باجي علشان اجيب الرجال. بالسلام. الله يسلم. خليك ورا العيال. اف يعني كان لازمتها ايه المشوره دي؟ ما كنا بياتنا في القصر وخلاص. اوامر اخوك ولازم تتنفس. لا المره دي لو الاوامر مش عجباني مش هنفذها. يا بنت راكبين ليه مع صبري؟ يا اخويا توك ما افتكرت البنت فين؟ قالوا يركبوا هناك يسمعوا شرايط واغاني وما ادري كيه. ايه ما انت خابر، بنتك لازقه هناك ليه؟ ربنا يحفظهم.
وينولوا من اللي ببالهم. لا ينولني انا اللي في بالي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زينب. بقول ايه؟ بقول حسبي الله في اللي زعل زينب. ايوه ماله؟ عمال تنفخ ليه من ساعة ما ركبنا؟ معرفش الدنيا زحمة ليه كده؟ طب اهدى بس. من هادى اه؟ هنشوف اخرتها. سيبك منه يا رجي، اللي منرفز عبد الله حاجة تاني. بقول لك ايه يا عبد الله؟ زكريا هو اللي هيبقى الكبير، عشان مفيش حد ينفع يكون كبير غيره. ما كفايه نفخ بقى في الاكلادور ده، اتنفخنا معاك. ايه في ايه؟ ما انت عمال تنفخ من الصبح محدش قالك حاجه، ما حسسني يعني ان انت هتخترع الذره. اخترع الذره؟ يا سلام على غباوتك. ما احنا لو فتحنا القاموس وطلعنا كلمه غباء هنلاقي صورتك يا نادي. عايز تقول ايه؟ عمال تلف وتبرم كده على ايه؟ عمال تكي 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 تك. ها هات من الاخر. والنبي تقفلي صندوق الزباله ده بدل ما قطه تنط كده ولا كده. يا بنت بقول لك انا مش حلو مع شروق. اه شروق ممكن تلبسنا خازوق من ساعه ما مسكتها الكباريه. الان الان يا ناديه. ما تقول لي انت عايز ايه وتديها لي صريحه كده. عايزك تنزلي تشتغلي بدل ما انت مفرشاحه في الزريبه اللي هتتلم قريب ان شاء الله، وساعتها اللي هيبقى فيه بيت ولا كباريه ولا خمسه جنيه، ولو حبينا ننتحر مش هنلاقي تمن السم اللي بننتحر بيه. انا عايزك تشتغلي يا ناديه، ولو مش لاقي حد اشوف لك حد يشغلك. وهشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ رقاصه. يا نسبتي هتشغل بنتك رقاصة؟ أشغل أمي رقاصة الله يرحمها. وبعدين ما الحكاية كلها قريبة من بعضها. مرات أبوكي البشمهندسة رقاصة، وأخوكي مطرب شعبي، وناقص إن أنا أجيب الطبلة ونعمل فرقة الريق للفنون الشعبية. تممت على الحرس يا فارس وتأكدت من الناس اللي بيخدموا؟ أيوة يا عمي، وكل حاجة تمام. مالك قالب وشك كده ليه؟ لا ما قلبش وش ولا حاجة، أنا بس خايف عليك يا عمي، ما استحملش يجرى لك حاجة. وبعدين يا عمي ما كانش للزوم، يعني ما كانش ليه لزوم كل ده يحصل. قرب يا فارس قرب. انت بتصدقني لما اتكلم؟ طبعا يا عمي. وانا قلت حاجه تانية؟ يبقى لازم تعرف ان هو ده الوقت الصح، وما تقلقش مش هيجرالي حاجة، عشان احنا عاملين حساب كل حاجة. يا عمي كل اللي جرالهم حاجة قالوا احنا عاملين حسابنا على كل حاجة. وجرالهم حاجة؟ ما تنشف ياد كده وتسترجل. حاضر يا عمي. ايه اللي عمي عمي عمي؟ هو انا مش ابوك ياد ولا ايه؟ انا ابوك ولا عمك؟ ابويا يا عمي. اما قفل بصحيح. انا ماليش عباد غيرك، معرفش غيرك يا عمي. متزعلش من أبوك هذا يا فارس، أبوك راجل طيب، بس هو بيحب نفسه شويتين زيادة. دي قلتها يا عمي، بيحب نفسه شويتين زيادة، يعني ما سابليش شوية. لو كان أبوي بقى على الورق بشهادة الميلاد والبطاقة يبقى أبوي عند الحكومة، أنا معرفش أبوات غيرك. وبعدين الحمد لله لو ما كان أجدى حصل ما عايش جنبك طول السنين دي. ها زكريا، فارس عاوزك تبقى في ظهر زكريا على طول من غير ما تقول لحد. زكريا ده أخوي.
روح شوف شغلك. بعد اذنك عمي. تفضل. اقعد يا زكريا. الحمد لله على سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا حبيبي. ايه يا حاج؟ انت أول مرة تشوفني ولا ايه؟ جاهز يا زكريا؟ أنا دايماً جاهز، بس جاهز لإيه؟ عشان تبقى الكبير. مفيش كبير بعدك يا حاج. كل اللي ليه أول ليه آخر يا زكريا. وأنا آخري قرب وأولك لازم يبتدي. بس أنا مش عايز حاجة. أنا كل اللي عايزه إن أنا أبقى جنبك معاك في ظهرك أتعلم منك. أنا لو كبير فأنا كبير بيك. أنت طول عمرك كبير يا زكريا عشان من صغرك وأنت راجل. صحيح كلامي معاك كان قليل، كنت بأس عليك كتير، بس عشان كنت عارف ان اليوم ده جاي. وانا ما كنتش عايز اي حاجة منك غير انك تكون راضي عني يا حاج. انا راضي عنك يا ابني. ان شاء الله النهاردة هعلنك الكبير وهخلي الكل يبوس على ايدك. يلا قوم جهز نفسك. اهلا يا ياسمين، تعالي. بابي. ايه ده؟ اقعد يا حبيبتي. حبيبي انا عايزه منك خدمه صغيره قد كده. كويس، وانا كمان عاوز منك خدمه عشان تبقى واحده بواحده، بس قولي انت الاول. ماشي بابي. أنا مطلوب مني بحث في الجامعة ليه علاقة بالحالة النفسية للمساجين، فكنت عايزة بس حضرتك تكلم لي أي حد في مصلحة السجون يعني يسهل لي شغلي مش أكتر. بس كده؟ السيد المدير بنفسه. السيد المدير مين؟ السيد اللواء مدير مصلحة السجون. بابي كده كتير قوي. يا ياسمين العطار شوية، شوف أنت بس عايزة تروحي إمتى وأنا هكلمه يبعت معاكي حد يسهل لك كل حاجة. ميرسي يا بابي. تعرفي يا ياسمين لو كنت راجل كنت خليتك تبقي الكبير. أنا مش عايزة أبقى الكبير، أنا عايزة أفضل جنب الكبير كده وفي حضنه بس. طب ما أنت جايبالي راجل هو ياخدك مني على الجاهز. مين ده اللي ياخدني منك؟ مستحيل، أنت حب عمري. ده مفيش بنت في الدنيا دي كلها بتحب أبوها قد ما أنا بحبك يا زيني عطار. طيب يا ياسمين يا زيني عطار، الخدمة بقى اللي أنا عاوزها منك. أمرني بابي. هي وصية عشان لما أموت. بعد الشر عليك يا بابي ما تقولش. الخزنة دي رقمها زي عيد ميلاد أمك. 18-11. الملف ده هتاخديه توديه لأخوكي حسن في الدار. تسلميه له بنفسك. لا تقريه ولا تشوفي اللي جواه. الكلام ده ما يخرجش برايا انا وانتي. حاضر يا بابي. العمر الطويل ليك ان شاء الله. ويا رب عمرك ما تحتاجني اعمل كده ابدا.